مرحبا. يوم جديد مرق علينا وبختامه كثير من الاحداث اخذت مكانها على مواقع السوشيال ميديا المختلفه وحنمرق عليها سريعا بجوله اليوم. بدايه اخباري حتكون عربيه ومن الكويت والسلطات الكويتيه يلي وقفت ضابط امن استخدم سلطته للتعدي على المواطنين. اما ثاني لوج ان فحتكون عربيه كمان وانقاذ شاب مصري ضل علقان بالبحر 3 ايام. واخر اخباري حيكون من عالم الابلكيشنز وميزه جديده من واتساب لمحاربة النسيان والزهايمر. لهيك خلونا نبدأ سريعا بأول لوج إن على تويتر. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هاي المقولة إذا منصفهم فيها شوي منفهم أنه قد ما كبرنا بالنهاية الله أكبر. انتشر مقطع فيديو حيمرق حاليا وحنشوفه وبيرصد من خلاله ضابط أمن بالكويت قرر أنه يستخدم سلطته ليتجاوز الأشخاص اللي كان عددهم شوي كتير بالمول. ومثل ما شايفين حاليا قرر هذا الضابط أنه ياخذ دور غيره لحتى يتم أخذ هذا الفيديو من كاميرات المراقبة وينتشر بشكل كتير كبير ويتفاعل معه رواد السوشيال ميديا يلي أكدوا أنه هاد ما له ضابط أمن، هاد عم يتفرعنوا بس. وقرروا أو كان الإجماع بالآراء أنه لازم ينفصل، وأشخاص قالوا أنه قديشه حدا معقد ومريض نفسي. وكثير من الكومنتس السلبية اللي تعرض لها بسبب تصرفه لحتى يجي الرد الرسمي من السلطات الكويتية واللي وقفت هذا الضابط وأعلنت أنه حتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية، ولأنه حسب رأي كتار هذا الشخص لازم يتحاسب ليكون عبرة لغيره، والضباط ورجال الشرطة لازم يكونوا هن قدوة بالانضباط والأخلاق مو العكس. ثاني أخباري لليوم ولوجين جديدة على فيسبوك. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو بيرصد واقعة غريبة وجديدة من نوعها لشاب مصري حاول أنه يهاجر بطريقة غير شرعية عبر البحر، ولكن للأسف تعرض لمحاولة غرق استمرت لتقريب 3 أيام. هالمقطع الفيديو اللي حيمرق حالياً ويلي عم نشوفه على الشاشة بيوضح تماماً قدي هذا الشاب تعبان من بعد ما لقوه مجموعة من الأشخاص وسط البحر. والكومنتس كانت كتيرة من رواد السوشيال ميديا على تصرفه وكيف قدر يتحمل 3 أيام بالبحر من بعد تعرضه للغرق وظل على قيد الحياة بعد هي التجربة اللي كتار اعتبروها قاسية. وكتير من الكومنتس كانت متعاطفة مع هالشاب، وكتار من رواد السوشيال ميديا تساءلوا انه شو عامل هذا الزلمة بدنيته حتى ظل برعاية رحمانية من ربه. آخر أخبار اليوم رح نروح فيه على عالم وتحديثات الأبليكيشنز ولوجين أخيرة على واتساب. من مساعي واتساب واللي عم بنشوفه مؤخراً هو تقديم ميزات إضافية لتسهيل الاستخدام وليكون أكثر مرونة، وعلى ما يبدو أنه حتكون أو حنكون قادرين للوصول للمسجات الغير مقروءة واللي خانتنا ذاكرتنا أنه نرجع لها، وهالشي من خلال ميزة جديدة. هي الميزة اللي حبركم عنها ومن بعض التصريح أنها حتنطرح اليوم، صارت متاحة للمستخدمين لتسهيل الوصول للمسجات غير المقروءة بشكل فعلي. طبعا تطبيق واتساب على نظام iOS وأصدار الويب وعبر فلتر جديد حيعرض الدردشات غير المقروءة، ومن المتوقع أنه يوصل الفلتر الجديد للأجهزة يلي بتدعم نظام أندرويد بشكل تدريجي. وحيساعد الفلتر أنه نلاقي المسجات يلي نسينا نفتحها أو حتى نسينا نرد عليها، وبالتالي حتساعد هي العملية بتنظيم المحادثات بشكل أكبر.
أنا هي كانت حلقتي لليوم، وهدول كانوا أخبار جولة لوج إن يلي لهم بتكون خلصت. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والتريند يلي عم بيشوفون على السوشيال ميديا، بتقدروا تفوتوا على صفحة لوج إن أو حتى على صفحة قناة سمر الرسمية وتشاركونا كل الكومنتات أو حتى الأخبار يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا مع الخبر بكون وصلت لنهاية جولتي اليومية، برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بلفة جديدة وجولة جديدة على مجموعة مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هلأ لوقتها ضلكم بألف خير. باي باي.